تعذيب وتنكيل وإذلال بكل الطرق اللاإنسانية هي يوميات المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والذين يرفضون التخلي عن مطلب الاستقلال وحق تقرير المصير. يخوضون يعني عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية إضرابات على حافة الموت نتيجة عملية انتقام من قبل النظام المغربي الذي يدير الظهر لمطالبهم لأنه يحاول أن يغتال كرامتهم بسبب تشبثهم بآرائهم السياسية. انتقام النظام المغربي من السياسيين الصحراويين المعتقلين ممارسة استعمارية يدركها الصحراويون ويناضلون للتحرر منها، إلا أن وقوف بعض القوى العظمى التي تتغنى باحترامها لمبادئ حقوق الإنسان لجانب الممارسات الاستعمارية نفاق غير مقبول. فرنسا وإسبانيا، خاصة فرنسا، نظرا لعلاقاتها ودعمها للنظام المغربي وشرعنة هذا الاحتلال، هي التي تقف بشكل مباشر في استكمال تصفية الاستعمار وتوفر الغطاء للجرائم الإنسانية التي يرتكب النظام المغربي، وهو ما يعكس التناقض بالنسبة لفرنسا التي تتكلم عن التحرر واحترام الإنسان في نزاعات وتوترات، ولكن بالمقابل في الصحراء الغربية منطق آخر، منطق المصالح. وإيمانا بحق الشعوب في تقرير مصيرها ويقينا بنصرة الحق على الباطل، يواصل الصحراويون مسيرتهم لنيل الاستقلال.